وللمزيد ينضم إلي من لندن بول هيكن المدير في S&P Global Platts. بول أهلا وسهلا بك. بداية، ماذا تقول لنا ردة فعل أسواق النفط عن قراءتها لمعنى تأجيل هذا الاجتماع من دون تحديد موعد للتأجيل؟ أمران في الحقيقة. أولاً، بالطبع هذا قد زاد من التقلبات في الأسواق بسبب إضافة عدم اليقين. إن هذا الخطاب حول الحركة التصاعدية في الأسواق موجودة، وبالتالي هذا يعني بأننا علينا أن ننظر هل هذا مبرر أم لا، هذه الحركة التصاعدية أخذنا بالاعتبار عدم اليقين حول موقف الإمارات وما الذي قد يحصل، إضافة إلى زخم الاحتمالات من هذا الاجتماع، ربما لا يتم التوصل إلى اتفاق البتة. ولكن في الوضع الراهن هذا يضيف إلى حالة عدم اليقين، وأيضا الحركة التصاعدية في الأسواق إن كانت هذه الحركة مبررة أم لا، وإن كانت مستدامة أم لا، هذه مسألة أخرى. بول، تحدثت عن إمكانية اتجاه الأمور نحو سيناريوهات مختلفة. ما السيناريو المرجح برأيك؟ هل هو سيناريو تسوية بشكل من الأشكال؟ ومن يمكن أن يطلع بهذه التسوية؟ بداية، نحن نتحدث عن النواحي الإيجابية. نعم، لقد تم تأجيل الاجتماع، ولكن هناك المزيد من المحادثات حتى أثناء التأجيل. والواقع أن الإمارات اليوم، علينا أن نتذكر أنه عندما الإمارات كانت العام الماضي قد وافقت على اتفاق، الأسعار كانت مختلفة، كانت عند نطاق $40، وحينها أيضا كانوا قد وافقوا على الاتفاق حينها. ولكن اليوم نلاحظ أنه لغاية مصلحة وحدة التحالف، وأيضا مع الموقف إلى جانب السعودية، رأينا بأن الإحصاءات حينها في S&P Global Platts وغيرها قد أظهرت بأن الاتفاق تم الموافقة عليه من قبل الإمارات، ولكن الإمارات لم تستفيد على غرار الأعضاء الآخرين في التحالف. ولذلك اليوم بدا الوزن كبيرا جدا على الإمارات. قبل أن نعود إلى ما حصل العام الماضي، الوقت مختلف اليوم. نحن نتحدث عن نطاق $70 إلى $80، فالوقت يختلف، وبالتالي لا يمكننا أن نبدأ وأن نقول بأن هذا الأمر لن نقبله بالطبع، ولا بد أن نصغي إلى هذا الصوت بوضوح. ففي الماضي الوضع مختلف. المملكة العربية السعودية كانت قد قدمت كل الخيارات في أوبك، واليوم مع روسيا أيضا هذه الشراكة أيضا قدمت كل الخيارات. ولذلك بول، يعني أنت تتحدث عن مستويات الأسعار التي تفرض واقع جديد، وهذه مكتسبات بالنسبة للدول والاقتصادات المصدرة للنفط. من هنا، هل خروج خلاف بين أعضاء أساسيين في أوبك إلى العلن بهذا الشكل غير المعتاد، يمكن القول بأنه لم يرعب الأسواق أو لم يخفها من انهيار كامل للاتفاق، بمعنى أنها ترى بأنه مصلحة هؤلاء الأطراف تقتضي منهم الحفاظ على هذا التحالف وهذا الاتفاق بالحد الأدنى ريثما يتم الاتفاق على تعديله بشكل أو بآخر؟ العام الماضي عندما روسيا والمملكة العربية السعودية كانا في نفس الموقف، رأينا كيف أن الأسعار تأثرت. الوقت كان مختلفا، ولكن ما زلنا نذكر ما حصل وهذا الخلاف بين روسيا والمملكة العربية السعودية. نحن هنا في وضع حيث أن الأعضاء ما زالوا يحاولون أن يأخذوا الاتجاه ذاته. نعم، الإمارات لديها إنتاج أعلى، وبالتالي بإمكانها أن بدورها تحدد امتدادها ونموها وحتى وضعها في أوبك بلس ومركزها وأوبك بحد ذاتها. لذلك أعتقد بأن هذا بالطبع سوف نسمعه من المملكة العربية السعودية ومن روسيا في نفس الوقت. بول، مصادر أوبك تقول بأن موعد الاجتماع المقبل سيتحدد في الوقت المناسب. من هنا،
في هذه الأثناء ستفترض الأسواق بأنه الاتفاق اللي تم التوصل عليه له في آخر اجتماع مستمر، يعني لا زيادة في الإنتاج حتى يتحدد الاجتماع المقبل، وإن اقتربنا من إبريل 2022، ماذا يعني هذا بالنسبة لواقع العرض والطلب في السوق، وماذا يعني تاليا للأسعار؟ بالطبع نحن نعرف أن في السياسة أسبوع يؤثر بشكل كبير، ولدينا عدة أسابيع قبل أن نصل إلى شهر أغسطس، ونحن كنا نقترح أن يكون لدينا زيادة إنتاج بأربعمائة ألف برميل باليوم في الأسواق. علينا أن نتذكر أمرين: أولاً أن صفقة الإنتاج وزيادة الإنتاج بمليوني برميل تدريجياً بنهاية العام، وثانياً ما يتم التحدث عنه حول تمديد قيود هذا الاتفاق، فبالتالي يمكننا أن نفصل بين الأمرين، ولكن في الوضع الراهن هناك الكثير من المحادثات الجارية، وبالطبع هذا يعني أننا سوف نعود إلى القنوات الدبلوماسية والمحادثات الدبلوماسية. ماذا يعني هذا لأسعار النفط؟ فيمكننا القول أنه خلال الأسابيع القادمة قد نشهد الكثير من التقلبات في أسعار النفط، $80 للبرميل مستوى مقاومة قوي يمكن اختباره، ولكن في نفس الوقت أن ندفع الأسواق باتجاه أو بآخر هو مرحلة بعيدة جدا قبل أن فعلا تتضح الصورة بشكل واضح، وهذا خطر جدا إذا ما دفعنا الأسواق في اتجاه معين، وإذا ما تم إضافة البراميل الإضافية بشكل سريع هذا بدوره قد يؤثر، إذا ما أوبك بلس فعلا قد تمكنت من أن تحصل على الموافقة من الجميع. أسئلة كثيرة إذا من دون إجابات في المرحلة المقبلة. من لندن، بول هيكن المدير في SNP Global Plus، شكرا جزيلا لك.